أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن ما تتكئ عليه العلاقات البحرينية الهندية من تاريخ طويل يجعل أفق التعاون الثنائي بينهما ممتد إلى أبعد الحدود ويزيد من فرص نجاح التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري باعتباره من أبرز المحطات المرتبطة بتاريخ علاقات البلدين. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم علي السيد بيناري فيجان الوزير الأول لولاية كيرلا بجمهورية الهند. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار علاقات التعاون والصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة في جميع المجالات وما تشهده من تطور بفضل المساعي المشتركة من قبل البلدين لتنمية هذه العلاقات وتعزيز أواصرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. وأكد سموه حرص مملكة البحرين على توسيع أطر التعاون مع جمهورية الهند الصديقة على جميع المستويات وتعزيز سبل الاستفادة المتبادلة بما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص ولا سيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والبناء عليها نحو مزيد من توثيق التعاون الثنائي. وشدد سموه على ضرورة توسيع دائرة التعاون البحريني الهندي لتشمل المجالات التعليمية ومجالات الصيرفة. وعبر سموه عن تقديره لدور الجالية الهندية وإسهاماتها في عملية البناء والتنمية في مملكة البحرين. من جانبه أبدى الوزير الأول لولاية كيرلا الهندية إعجابه بمظاهر النهضة والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين والتي تعكس النجاح الحكومي وفعالية السياسات التنموية، مشيدا بدور وجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في توطيد العلاقات البحرينية الهندية واهتمام سموه بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، معربا عن اعتزازه بما تحظى به الجالية الهندية في البحرين من ترحيب ورعاية تهيئ لها العمل في أجواء من الأمن والطمأنينة.